Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. Nous allons j'entoure tous les dés que je vois. الحرف الأول هو D majuscule l'écriture script j'entoure الحرف B ثم D minuscule l'écriture cursive j'entoure F D majuscule l'écriture cursive j'entoure كذلك أضع في حيز H ثم B ثم لين هنا الحرف Très bien, D minuscule écriture script ou akhir le harf P. Atmi mwali, je complète par au cumulo B. Do, to, te, D. Donc on le dit dix syllabes. Al matlub huwa takmil hadhihi al kalimat bi hadhihi li syllabes al maqati' al lafziya. Awwal kalima une r tu. Donc لنا هنا une image ننظر إلى الصورة نحاول donc نرى في الصورة très bien نرى une tortue tortue الكلمة الموالية un دائما نرى الصورة très bien un dinosaure un dinosaure ثم الكلمة الثالثة أن مي نو نقول أن دومينو تخي بيان دو مي نو ثم آخر كلمة أون كارو كاروت تخي بيان دونك أون تورتو أن دينوزور أن دومينو Une carotte. Atmi mouali, je relis. Qulna arbit. Lino huna kalimat. Al-matloub huwa rabtuha ma'a nafs al-kalima, lakin bi kitaba mukhtalifa. Lino huna dina. Donc, hadhihi al-kalima tabda'u bi al-harf D. Nabhathu fi hadhihi al-majmou'a al-thaniya. Lino huna al-harf D. Ba'da D ya'ti A. Huna ladayna ba'da D ya'ti I. Donc, lisat nafs al-kalima. الكلمة الموالية الحرف D هو الأول ثم I D I ثم N لأن هنا N ثم A كذلك هنا A donc D na D na d'accord donc هي نفس الكلمة je relis donc هنا التلميذ عليه أن يحاول تهجئة الكلمة حرف حرف d'accord لكي يتمكن من ربط الكلمات ثم لدينا هنا دات دونك دي أ دي أ دات دونك نفس الكلمة جو غولي دونك الكلمة الموالية الآن لدينا تي نا لدينا هنا هذه الكلمة تبدأ بالحرف ان دونك ليست نفس الكلمة ثم الكلمة الأخيرة هي تي نا دونك هي نفس الكلمة جو غولي آخر كلمة نادية نادية دونك جو غولي أتمي الموالي كومبليت باغ أن أون إكمل ب أن أو أون قلنا سوسون دي ديتيرمينو سوسون دي زارتيكل إنديفيني أدوات التنكير أن يخص لو نو ماسكولان اسم مذكر Une يخص le nom féminin اسم مؤنث. لين هنا tableau. هل نقول un tableau ou bien une tableau? Très bien, un tableau c'est masculin. اسم مذكر. ثم table. Table. هل نقول un table ou bien une table? Très bien, c'est féminin, on dit une table. اسم مؤنث. آخر كلمة شاز شاز نقولو très bien une
chaise, c'est féminin مؤنث. الان التمرين الاخير جيكري اون كورسيف كتابه الكراس اكتبوا بكتابه الكراس الجمله هي مينا ام مامي مينا تحب الجده اول حرف هو ام ماجيسكول قلنا نصعد بثلاث خطوط خوازي انتيرلين ثم اي ان ا مينا ام A-I-M-E M-M-A-M-I M minuscule A-M-I-E هنا أن ننسى النقطة في الأخير مينا M-M-A-M-I فوالا إذن كان هذا النموذج اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أتمنى التوفيق للجميع أشكركم على متابعتكم والسلام عليكم